تعزيزا لمبدأ المساءلة المجتمعية وحق المواطن في الاطلاع على المعلومات، ينفذ المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن وائتلاف أمان بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية اليوم الإذاعي المفتوح حول منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الأمن الفلسطيني، على الهواء مباشرة عبر شبكة وطن الإعلامية والمحطات الإذاعية الشريكة الخليل، راديو منبر الحرية وراديو عروبة، بيت لحم، راديو موال، طول كرم، راديو الفجر الجديد، نابلس، راديو حياة، جنين، راديو البلد. أهلا بكم من جديد، متواصلون معكم في اليوم الإذاعي المفتوح حول منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الأمن الفلسطيني الذي ينفذه ائتلاف أمان والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية وأيضا الإذاعات الزميلة إذاعة موال وإذاعة البلد عروبة وحياة اف ام والفجر وأيضا الشبكة العربية الإعلامية. في جلستنا الثانية نناقش طبعا نظام المساءلة في أعمال الأجهزة والهيئات الأمنية، واقع حالة الاستجابة مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية. سنعرض أيضا خلال هذه الجلسة توصيات التقرير والدراسة حول مدى استجابة الأجهزة الأمنية لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقاريرها. لكن بالبداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام. أبدأ من عند الأستاذ سامر أبو قرع، مدير الإدارة العامة للرقابة على الحكم والأمن في ديوان الرقابة المالية والإدارية. أهلا بك معنا وشكرا حضورك. أيضا الأستاذ أشرف أبو حية من المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد، أهلا بك معنا أستاذ أشرف، تحياتي لك. وأيضا الأستاذ ماجد العروري وهو معد دراسة الاستجابة لصالح المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، أهلا بك أستاذ ماجد، تحياتي لك. رح أبدأ من عندك، تعطينا لمحة عن هذه الدراسة وأهمية إجراء الدراسة عن واقع حالة الاستجابة مع تقارير ديوان الرقابة من أجل تفعيل نظام المساءلة. يعني هذه الدراسة تتعلق بفحص مدى استجابة الأجهزة الأمنية توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية. هذه الدراسة استندت على مجموعة من التوصيات التي قام الديوان نتيجة عمله والتقارير الرقابية التي قام فيها على الأجهزة الأمنية بمجموعة من التوصيات. رغبنا أن نتعرف مدى استجابة هذه الأجهزة والمؤسسات والهيئات الأمنية لمثل هذه التوصيات. بصراحة اعتمدنا بشكل كامل على ما أفصح عنه ديوان الرقابة من هذه التقارير، وتم تسليمها لنا بشكل سلس وسهل، وحاولنا أن نفحص باتجاهين. الاتجاه الأول أن إحنا نذهب إلى هذه المؤسسات والأجهزة ونشوف قديش نفذوا من هذه التوصيات ودرجة تعاونهم. والمسألة الأخرى كان عندهم بعض التقارير أيضا في داخل ديوان الرقابة المالية لمدى الاستجابة، فقلنا نجري اللي في عنا المسألتين تتوفر، نجري مقارنة فيها ونحقق. إحنا تقريبا 12 جهاز ومؤسسة أمنية قمنا بفحص مدى استجابتها، كان أبرزها الدفاع المدني، الضابطة الجمركية، مسألة التحويلات الطبية في مديرية الخدمات الطبية العسكرية، وأيضا تقرير آخر يتعلق بالخدمات الطبية، وأيضا الدائرة المالية المركزية العسكرية ومراكز الإصلاح والتأهيل وهيئة القضاء العسكري وإدارة المخالفات أو مخالفات السير في الشرطة وجهاز الاستخبارات وهيئة المتقاعدين العسكريين والرواتب في هيئة التنظيم والإدارة وجهاز الارتباط العسكري. وبقدر أقول أنه كان في مجموعة من الملامح في الأول العامي المتعلقة في التقرير. فيما يتعلق في مدى التعاون والاستجابة، كان في مجموعة من الأجهزة فعلا عندما بدأنا في منهجية العمل وإعداد وجمع المعلومات راسلنا كل هذه الأجهزة من خلال المؤسسة المشرفة على هذا التقرير، راسلناهم وطلبنا منهم التعاون معنا مع الباحث في تقديم المعلومات. بعضها كان فعلا فاعل واتصلوا بشكل فوري أنه تفضلوا وتعالوا، وكانوا فعلا يقدموا كل المعلومات اللازمة والوثائق ويفردوها ونطلع بشكل واضح جدا للتأكد من مصداقية وتعاملهم الجدي مع مثل هذه التوصيات.
طبعا التوصيات كانت توجه إلها، ذكرناها ضمن هذه القطاعات، لكن لاحظنا أن بعض التوصيات إلها علاقة بجهات تنفيذها غير هذه الأجهزة، لما ينحكى مثلا عن مسألة تتعلق بتشريعات أو مسألة تتعلق بهياكل أو مسألة تتعلق مش هم الجهة اللي بيقرروا فيها، بس في جزء من التوصيات لاحظنا أنه كان اللي تتعلق بإدارتهم كان فيها اهتمام بشكل كبير جدا. تمام، رح نيجي أكثر بالتفصيل عن يعني ما تناولته الدراسة وأيضا من توصيات، لكن أستاذ سامر أهلا بك مجددا. خلينا نحكي عن آلية عمل الديوان كرقابة، آلية الرقابة التي يقوم بها الديوان على الأجهزة الأمنية بشكل عام. نعم، يعني الديوان عنده نهج في الرقابة على كافة المؤسسات، في بداية من موضوع التخطيط. نعم، عندنا التخطيط الاستراتيجي وعندنا التخطيط السنوي. الديوان مقسم إلى 6 إدارات عامة رقابية، من ضمنها الإدارة العامة المكلفة بالرقابة على الحكم والأمن. الآن إحنا الديوان صلاحياته ممتدة، يعني في أكثر من 4000 جهة خاضعة لرقابة الديوان في البلد. عندك أكثر من تقريبا 1700 منظمة غير حكومية، عندك 400 بلدية، عندك المؤسسات الحكومية بالمئات، عندك الأندية، النقابات وغيره، ما يزيد عن 4000. هلأ الأمن نعامل، أي مؤسسة أمنية يعامل معاملة أي مؤسسة أو جهة خاضعة كباقي 4000 مؤسسة. نعم. الآن عندنا التخطيط الاستراتيجي زي ما حكيت، بيكون نستهدف عنوان معين. يعني خطتنا الاستراتيجية الماضية كان عنوانها إحداث الفارق في حياة المواطن. يعني كيف؟ أنه نستهدف الخدمات اللي تقدم للمواطن مباشرة، المؤسسات أو البرامج أو الأنشطة اللي تقدم للمواطن مباشرة. بنعمل خطط سنوية في كل سنة حسب القدرات وإمكانيات ديوان الرقابة. يعني أنتم زي ما بتعرفوا إحنا 80 مدقق، بدهم يدققوا 4000 مؤسسة. يعني خلينا نحكي عن الأمن تحديدا، يعني صلاحياتكم في الرقابة على الأمن. تمام، زي ما حكيت لك، يعني الأمن يعامل المؤسسة الأمنية زيها زي باقي المؤسسات الخاضعة للرقابة. طب يعني كيف بيمارس الديوان أنشطة الرقابة على الأجهزة الأمنية؟ بمعنى كم بلغ مثلا عدد التقارير اللي بيقدمها الديوان حول عمل الأجهزة؟ كيف بتتم هذه الأنشطة الرقابية؟ تمام، في خطتنا السنوية الإدارة المكلفة بالرقابة على الحكم والأمن، يعني هو 8 موظفين موجودين. حتى الإدارة فيها شقين، شق وزارات الحكم زي الخارجية والداخلية والمحاكم والشرعية والنظامية، بالإضافة للمؤسسات الأمنية. يعني 8 موظفين ومدققوا كل هاي المؤسسات. نعم. الآن سنويا نحن 5 أو 6 مؤسسات أمنية يتم تدقيقها سنويا. طبعا اختيار المؤسسات بيكون عندنا معايير اختيار مهنية طبعا نتبعها في اختيار المؤسسة اللي مندققها في هاي السنة، تبعا للأهمية، تبعا لحجم الموازنة أو النشاط. نعم. طيب هل في حدود لصلاحيات الديوان بالرقابة على أعمال أجهزة الأمن؟ هلأ قانون الديوان نص على صلاحيات الديوان بالاطلاع الكامل على كل ما يتعلق بأعمال المؤسسات بشكل عام بما فيها الأجهزة الأمنية. هل هذا ما يحدث أستاذ سامر؟ يعني أم أن هناك معيقات معينة؟ لا، يعني هل لديكم اطلاع كامل على التقارير؟ تمام. هلا الرقابه اللي يمارسها الديوان على عمل الاجهزه الامنيه يعني تمتد من المساله القانونيه للمساله التنظيميه والمساله الاداريه ثم المساله الماليه. الان المساله اذا بدك تحكي عن المساله الماليه وقصد سؤالك، فهي ما يتم صرفه من الموازنه العامه للاجهزه الامنيه. نعم، يخضع بالكامل لصلاحيات ولرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية. نعم. طيب رح أجي أكثر لموضوع تنفيذ توصيات التقارير، لكن بدي أرحب مجددا بالأستاذ أشرف المستشار القانوني لمؤسسة الحق وعضو المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد. أستاذ أشرف، خلينا نحكي عن مدى أهمية تعزيز الرقابة المدنية على أعمال المؤسسة الأمنية في الضفة، خصوصا في فترة غياب المجلس التشريعي، نحن ليس لدينا رقابة تشريعية، فما أهمية تعزيز الرقابة المدنية؟ مساء الخير لإلك ولجميع، وشكرا لوطن كمان على الاستضافة بهذا الموضوع.
بداية يعني هو المنتدى المدني لما قام بهذا الجهد فيما يتعلق بموضوع الرقابة على موضوع الأمن وقديش كمان الجهات الرقابية عم بتكون بدورها بهذا الجانب، هو جزء من فكرة سياسة الشفافية والنزاهة في إطار نظام الحكم السياسي اللي احنا بنتحدث عنه. وبالتالي بكل تأكيد لما احنا بنحكي عن غياب المؤسسة التشريعية يعني احنا فقدنا أكبر دور رقابي فيما يتعلق بموضوع الرقابة على كل مكونات النظام السياسي. وبالتالي من هان كان في ضرورة لأنه يكون في هناك جهات مدنية قادرة إنها هي تكون بالعمل فيما يتعلق بموضوع هل الجهات الرقابية اللي اليوم لديها الاختصاص والصلاحية بموجب القانون هل بتكون بدورها بهذا الجانب ولا لا؟ هذا بالنقطة الأولى. النقطة الثانية احنا كمان جزء مهم منه انه احنا لازلنا منعاني من موضوع غياب تشريعات لها علاقة بالحق في الحصول على المعلومات. وبالتالي كمان كيف اليوم بنقدر نقول بانه هاي الأجهزة عم بتكون بالدور المناط لها بالقانون؟ وبالتالي هل هناك في جهات رقابية عم بتشوف هاي الأجهزة ملتزمة في إطار القانون ولا مش ملتزمة في إطار القانون؟ الآن كدرجة أولى اليوم احنا نتحدث عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في إطار تقارير الرقابية وعم بحط مجموعة من التوصيات، هاي حدود يعني اختصاص ديوان الرقابة المالية والإدارية، إنه هو عم بيعمل توصية للجهات في إطار إذا كان في هناك بعض المخالفات الإدارية اللي بتشكل فقط مخالفات إدارية، وبالتالي أي توصيفات أخرى اللي كمان ممكن تنطلق من ديوان الرقابة الإدارية اللي مثلا زي موضوع تضارب المصالح اللي كمان ممكن إنه يشكل لاحقا لما بنحكي عن جريمة هو يشكل جريمة فساد، وبالتالي أصبح الاختصاص ينعقد لجهة كمان هي مختصة مختلفة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية. وبالتالي من هان كان منطلقات فكرة أن يكون في عندنا هاي التقارير اللي هي بتقيس مدى التزام كمان هاي الأجهزة الأمنية اللي بيكون من خلالها الديوان بطرح مجموعة من الملاحظات. وبالمناسبة يعني إذا إحنا كمان بنتطلع على الجوانب المتعلقة بغير الأمن، إحنا اليوم صح نتحدث فقط عن الأمن. كمان في هناك العديد من تقارير الديوان السنوية اللي بتحدث فيها عن كم هائل من التوصيات سواء للهيئات المحلية أو غير الهيئات المحلية واللي فيه إشكاليات بصراحة كلها في تنفيذ التوصيات. وإحنا منشوف تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية إذا بتطلع تقرير 2019 لما يجي على تقرير 2020 بتطلع عن مسألة قديش كان في تحقيق أثر متحقق من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الديوان. ولكن فيما يتعلق بالأمن وتحديدا لما إحنا نتحدث عن موضوع الأجهزة الأمنية في إطار مسألة الرقابة وفي إطار المنتدى المدني إحنا نشتغل على أمرين. الأمر تعلق بموضوع الرقابة اللي بيكون فيها ديوان الرقابة المالية والإدارية، تحدث كمان عن الرقابة المجتمعية اللي هي كمان لها علاقة في بعض القضايا مرتبطة في الانتهاكات وغياب المساءلة والمحاسبة لعناصر من الأجهزة الأمنية لما بيقوموا بارتكاب بعض الانتهاكات. وهان لما بنتحدث عن مدونات السلوك لما بنتحدث عن اللي ممكن يعني أعتقد الحلقة بالجزء اللي بعدها راح تستمر بهذا الموضوع. مدونات السلوك هذا العمل كله هو يهدف في نهاية المطاف بأنه إحنا يعني جهود تبذل في سياق الارتقاء بمسألة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجهات الرقابية والتزام الأجهزة الأمنية والجهات المكلفة بإنفاذ القانون بكل ما نص عليه القوانين الناظمة العمل هاي الأجهزة. خلينا نشوف الدراسة إيش بيّنت أستاذ ماجد، قديش من المهم أنه يتم نشر مدى تنفيذ الأجهزة الأمنية لتوصيات ديوان الرقابة، ما أهمية ذلك من خلال الدراسة التي قمتم فيها؟ يعني هذا موضوع كثير مهم يعني وفي منتهى الأهمية من وجهة نظري. يعني قيمة الرقابة هي حتى تستطيع أن تقدم المعلومات للجمهور، وإذا بقيت هذه المعلومات بعيدة عن الجمهور كل القيمة حتى لو فيها نتائج مهمة ومهنية عالية جدا أثرها راح يكون ضعيف في ظل البيئة اللي بنحكي فيها غياب المجلس التشريعي. أول مسألة فيما يتعلق في الأجهزة الأمنية لاحظنا هذا تقدم كبير، أنا ما بحكي عن ناحية القانونية، ناحية القانونية واضحة جدا في دور صلاحية الديوان في الرقابة على كل الأجهزة في مقدمتها الرئاسي يعني. وبالتالي كل الأجهزة اللي بتتبع للسلطة التنفيذية هي مشمولة بما فيها السلطة التنفيذية. احنا بنحكي عن مدى الاستجابة الآن. لكن مدى الاستجابة زائد الفئة التي تستهدف في عملية الرقابة. فعلا في تطور خلال من 2015 بس خلال السنوات الأخيرة زاد في اهتمامهم، ولما نلقى في 12 جهاز أمني أو هيئة أمنية خضعت للرقابة أنا بعتقد هذا تطور مهم وإقرار في دور
الديوان في الرقابة على مسائل تبدو حساسة من ضمن الأجهزة. فعلا في أجهزة في منتهى الأهمية وشغلها في منتهى الأهمية زي الارتباط زي الضابط القضائي زي القضاء العسكري زي غيرها من منتهى الأهمية، لكن بصراحة يعني كان يعني في ضرورة للتركز أكثر، وهذه مرات تنجز على مراحل بس في المرات القادمة للرقابة على الأجهزة ذات الطابع الأمني بمفهوم، لما نقول بمفهوم الناس شو الأمن الفلسطيني، إن نروح نراقب على هذه الأجهزة الأمنية زي جهاز المخابرات زي جهاز الأمن الوقائي زي جهاز، إن طبعا خلال نقاشنا قيل أنه قد أجري رقابة على جهاز الأمن الوقائي بس إحنا ما أعطناش أي نوع من التوصيات الموجودة. إحنا بنوصي إنه زي ما في تعاون وأتيحت إلنا مثل هذه التوصيات وهذه التقارير وشو اسمه أن تنشر على العلن على مواقع الديوان حتى يتمكن أي إنسان فلسطيني. وإذا رجعنا لقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية هو القاعدة هي النشر، بالعكس بعض التقارير هو ملزمين الأصل النشر، فيش فيها ولا أي شغلة تتحدث لا سرية ولا اختصاص أي جهة أي كانت، لا هي مفروض كل هذه التقارير تسلم للمجلس التشريعي دون أن يحدد تسلمها بشكل فردي ولا تسلمها للمكتب. بمعنى إذن هي علنية لازم تسلم للسلطة التنفيذية، لازم تسلم للجهات التي مزبوط ولا لا. زائد بعض التقارير ألزم القانون أن تنشر في مجلة الوقائع الفلسطينية، وبالتالي فكرة النشر أيضا يجب أن يكون اهتمام فيها. المسألة الأخرى أنه طبيعة القضايا اللي بتم الرقابة عليها، أنا بعتقد بعد هذا الإنجاز مش بس نروح باتجاه أجهزة بهم الجمهور إلها، كمان في بعض القضايا ولما لاحظت من نوع الرقابة ملزم ديوان الرقابة أن يقول كلمته بشأنها وبشكل رقابي، مثلا تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية في موجب القانون، أنا وهو بعرف الكل أنه في اختراق واضح جدا في كل المدد المتعلقة بالفترات للتعيين. هذا مفترض أكبر الجهات وأكثر الجهات اختصاص تيجي تقول أنه في سوء تطبيق القانون، وهم بيحكي عن سوء. ليش يا عمي هذه الأجهزة لا يتم تعيين رؤسائها وفق لموضوع القانون؟ هذا لازم يقرع الجرس، بمعنى أن لا نبقى في القضايا اللي وهذا مش بقلل من أهمية اللي صار، بس أنا بعتقد ما أنجز يجب أن يبنى عليه خطوات، وأعتقد مثل هذه الخطوات في ظل أن إحنا بنروح باتجاه انتخابات فلسطينية وجود مجلس تشريعي فلسطيني، عندها سندرك القيمة اللي موجودة، لأنه فعلا ستتخذ كثير من القرارات وكثير من جلسات الاستماع والمساءلات بناء على مثل هذه التقارير، وهذه الفرصة التاريخية اللي لازم يستغلها الديوان. يعني خلينا إحنا نفهم من الديوان أكثر، يعني معلومات مهمة تحدث بها الأستاذ ماجد بناء على هذه الدراسة عن بعض القضايا التي يجب على الديوان أن يقول كلمته فيها. فبالبداية خلينا نحكي، هل يدقق الديوان على مدى تنفيذ الأجهزة لتوصياته؟ الجواب نعم. إحنا في نهاية كل سنة بنعمل عندنا في استراتيجيتنا وسياستنا في الديوان نعمل متابعة لتوصيات الديوان في التقارير اللي عملها عن عام سابق ومن ضمنها الأجهزة الأمنية. نعم، تعقيبا على كلام الأستاذ ماجد، إحنا الأجهزة الأمنية تقريبا كلها دخلناها ودققناها بما فيها الأمن الوقائي، بس هو كان خارج نطاق دراستك، كان بال 2014 عشان هيك ما زودناك فيها، بس بالمجمل إحنا فتنا كل الأجهزة الأمنية ودققناها، وأخيرا كان جهاز الأمن الوطني اللي هو لاحقا للدراسة وانتهينا منه. أنا بدي أكد أنه في مسائل إحنا بنركز عليها حسب استراتيجيتنا، يعني في متطلبات الأمم المتحدة بتحكي أنه التركيز على أهداف التنمية المستدامة، وحثت الحكومات إنها تأخذ هذا المجال في بعين الاعتبار في شغل الحكومات. إحنا كأجهزة رقابة برضو ملزمين أن نأخذ حسب توجهات العالمية وتوجهات الحكومات. كانت خطة الحكومة اسمها المواطن أولا، فإحنا ركزنا في الخمس سنين اللي مضوا على موضوع المؤسسات اللي إلها خدمات وإلها تواصل مباشر مع الناس، ومن ضمنها الأجهزة الأمنية، يعني زي ما ذكرت أستاذ ماجد موضوع التحويلات الطبية، موضوع صرف الأدوية، موضوع السجون، موضوع الضابطة الجمركية، فهاي كان هي مجال تركيزنا أكثر من موضوع إنه إحنا ندقق مالي وإداري يعني على الأجهزة. نعم، طيب خلينا نحكي في هذا الموضوع، إذن في هذا السياق لماذا لا ينشر الديوان هذه التقارير وتوصياتها على الملأ ليتاح للجمهور الاطلاع عليها؟ تمام، هلأ الديوان ينشر تقريره السنوي في نهاية كل عام، ينشر حصيلة ما أنتجه من تقارير على موقعه الإلكتروني باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، ومن ضمنها تقارير الأجهزة الأمنية. هلأ
بس بدون التفاصيل، يعني مش بنشر التقرير كما هو بتفاصيله، ينشر ملخصات، يعني مش كل شيء ينشر بتعرفوا، يعني في مش بس الأمن، نعم كل المؤسسات مش هي سياسة سياسة أجهزة رقابية، يعني مش هي الجهة المخولة بالنشر إنه تنشر كافة التفاصيل والبيانات. هذه النقطة يعني هون المفصل بيحكي عكس اللي بيصير بما يتعلق القانون. قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية في تعديله الأخير في العام 2017 حكى إنه صلاحية النشر تعود حسب تقدير رئيس الجهاز الرقابي، وما ألزم جهاز الرقابة بنشر كافة التفاصيل. يعني أنتم ضمن صلاحياتكم بتشوفوا أنه مش لازم ينتشر هيك صلاحيتكم؟ هلا إحنا عندنا سياسة بنشر التقرير السنوي ملخصات كافة التقارير من ضمنها تقارير الأجهزة الأمنية. لأنه مثلا كمواطنين بنحب نعرف يعني على الملأ تتاح للجمهور هذه معلومات حقهم يعني يطلعوا عليها. بعرفش بشوف أستاذ أشرف إيش رأيك يعني عن مدى اتساع الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية من ضمنها أن تتاح هذه التقارير للجمهور. أنا بدي أحكي مثال عشان كمان نوضح لما بنحكي إحنا عن موضوع الرقابة وكيف بتم التعامل مع بعض القضايا في إطار مسألة الرقابة على الأمن. يعني في عندنا إحنا بعض القضايا والانتهاكات اللي نشغل عليها مع الأجهزة الأمنية هي مسألة المصادرة. يعني اليوم لما بتم احتجاز بعض الأشخاص أو بتم احتجاز بعض الأشخاص اللي هي مرتبط بموضوع تحويل الأموال من الخارج أو من الداخل، وبتم يعني احتجازهم وتقديمهم للمحاكمة على اعتبار تشكيل جمعيات غير مشروعة أو مسألة تمويل جمعيات غير مشروعة، هاي الأموال اللي بتحتجز في هناك بعض القضايا اللي بتم تحويل الأموال فيها للنيابة العامة في إطار إجراءات قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي تحال إلى المحكمة كبينة في معرض الدعوة تبعتها بأنه هذا بمول جمعيات وهي المصريات تبعته. في قضايا لا، الأجهزة الأمنية اللي تمت عملية الاحتجاز والضبط عندها الأموال هاي لم تحول للنيابة العامة، وبالتالي بقيت هاي الأموال موجودة لدى هاي الأجهزة الأمنية. طيب لما صار في حديث مع هاي الأجهزة الأمنية تحديدا جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي بأنه طب في بعض الأموال في بعض المضبوطات اللي تم تحريزها من خلال سواء كان سلاح أو كان أجهزة محمول أو كمبيوترات محمولة أو إلى آخره، طيب ليش هاي ما بتمش نقلها لموضوع النيابة العامة؟ يعني وبالتالي هاي من القضايا اللي كان جزء من موضوع التفكير في موضوع الرقابة وتنفيذ التوصيات في إطار قرارات ديوان الرقابة، إنه هاي الأموال لما سألنا في بعض الحالات إنه طب هاي الأموال شو يعني وين مصيرها، شو بنعمل فيها، يعني وين بتروح، يعني هل هاي الأموال نحن بنعرف إنه لما أي مضبوطات لدى النيابة العامة حتى لو كانت أموال في حساب رسمي للنيابة العامة ضمن الموازنة بتروح على هذا الحساب الرسمي، وبالتالي بتم يعني أي مواطن بعرف إنه المضبوطات من خلال محضر الضبط موجود المبلغ المالي، حتى يعني بيكون محطوط يعني الورقة المالية إذا كانت 20 شيكل بيكون محطوط عددها بكل التفاصيل. لكن لما نتحدث عن الأجهزة الأمنية ما كان في هناك يعني إجابة واضحة. في بعض الأجهزة أجابت بأنه في لهم هم حساب خاص ضمن وزارة المالية بتم إحالة كل هاي المضبوطات عليه، وأنه القضايا اللي بتم يعني الانتهاء منها والوصول إلى يعني نتائج بنهاية التحقيق بتم إحالتها للنيابة أو بتم إعادتها بعد منتهي، ولكن هذا مخالف للقانون والإجراءات، لأنه إحنا بنتحدث عن فصل ما بين سلطة الضبط القضائي وما بين سلطة النيابة العامة كجهة هي مختصة بموضوع إجراء التحقيق، وبالتالي هاي من القضايا مثلا اللي كانت بارزة بالمنتدى واللي صار عليها النقاش في إطار أنه كيف إحنا بنتطلع كمان على موضوع الرقابة في إطار هذا العمل، وبالتالي هل الأعمال اللي قامت فيها الأجهزة هي كانت موائمة مع القانون ولا كانت مخالفة للقانون، وبالتالي هاي كانت أستاذ أشرف الأجهزة الحساسة يعني قديش مهم أنه تتسع الرقابة على أدائها مثل جهاز المخابرات العامة، الأمن الوقائي، الأمن الوطني اللي عندهم الطبيعة الحساسة، يعني قديش مهم أنها تتسع الرقابة عليهم؟ شوفي إحنا لما نتحدث عن هذا الموضوع حتى في إطار المعايير الدولية يعني واللي ذات المرجعيات اللي لها علاقة بالشفافية والنزاهة وحتى المرجعيات الحقوقية، في هناك بعض الاعتبارات لمسألة الأمن القومي فيما يتعلق في بعض القضايا اللي بتكون مرتبطة بالأمن القومي، وبالتالي هاي مسائل سرية يعني طبعا ذات حساسة لها هاي الاعتبارات، ولكن مفيش إشي كل شيء بدنا نلصقه بهاي المصطلح.
يعني اليوم أنا بتحدث عن بعض القضايا التفصيلية في إطار الرقابة على عمل الأجهزة والمكلفين بإنفاذ القانون. نعم. مش اليوم كل شيء بدي أجي أنا أحطه في إطار عملية والله هذا بيأثر على الأمن القومي ولا هذا يعني بيأثرش، لما إحنا بنيجي بنتحدث عن بعض القضايا اللي ملهاش علاقة. يعني أنا ما بتحدث عن عمل المخابرات وشغله في القضايا الحساسة بقدر أنا ما بتعمل عن قضايا هي مرتبطة بحقوق المواطنين يعني طب. بالدرجة الأولى. نعم أستاذ ماجد، مادة أخرى خلينا نحكي عن، هل هناك فوارق من خلال الدراسة اللي شفتها بين الأجهزة في التعاطي مع التوصيات؟ هل في هناك أجهزة تنفذ توصيات وأجهزة لا تنفذها مثلا، ومن هي؟ طبعا في فوارق، يعني في فوارق حتى التقرير بالرقم. يعني اولا مساله انها الاجهزه التي خضعت، وهذه يعني هذا يعني نص الشغل، يعني انا بعتبر قبولها ان تخضع لرقابه الديوان، هذا مساله في منتهى الاهميه. المساله الاخرى بعد هذا، بعد عمليه الرقابه بنصير بالجزء الاخر، في بعض الاجهزه تجاوب بشكل سريع جدا في الاستجابه لهذه، وفي بعض الاجهزه ما زالت غير مستعده للتجاوب جزء، يعني حتى ما كانش متوفر الردود مع مرور وقت زمني على هذه التوصيات عند الديوان، يعني مش بس معنا ما تجاوبتش، وفي ناس كانوا مستعدين ما يفتحوش ولا يجروا اي مقابلات معنا، فكان في تفاوت. اللافت للانتباه بتعود لطبيعه الجهاز بالضبط، طبيعه الاجهزه وطبيعه التوصيات او طبيعه العقل، مش أكثر من إنه طبيعة الخطورة، طبيعة العقلية اللي حصلت يعني على علامات كثير جيدة وتقدير جيد جدا وفوق فيها، هي الأجهزة اللي فعلا تعاونت وفردت معلوماتها لأنها بينت فيها. بعض الأجهزة ما تعاونتش مع إنها هي مستجيبة بشكل أو بآخر، وبعضها مش مستعد يستجيب. هان اللي هو يعني أنا بعود للعقلية إنه إحنا أمن، يعني أجهزة أمنية. نعم. هي المسألة الدائرة اللي كثير لازم تكون محمية ولها علاقة بالأن، هي دائرة صغيرة جدا مغلقة لها علاقة في المعلومات، بس أي مسائل أخرى لا، حق الناس أنها تراقب، حق الديوان نراقب، حقنا نعرف شو المشتريات اللي بتكون عندهم، كديش في سيارات، كديش بتتوزع السيارات، كيف بياخذوا البدل، في معلومات كثيرة مرات في الشارع تنشر بشكل مش دقيق أو ممكن تبقى دقيق وبالتالي تسيء إلى سمعتهم. ليش ما يكون في تقدير في هذه المسألة؟ كل حتى في العالم صفقات الأسلحة لأنها قد تكون بتروح الأجهزة الرقابية وتراقب، لأنها هي تشكل مدخل كبير لعملية الفساد للشراء. بالتالي أنا بعتقد كل الأجهزة مفروض أن تكون أبوابها مفتوحة للديوان، هي القانون بتحدد عن معلومات مرات ممكن تحدد بشكل واضح إنها علاقة في معلومات أمنية، وهي خارج اختصاص الديوان، هو براقب أداء مالي وأداء إداري، براقب آلية تعيينات، براقب آلية الصرف، براقب آلية مزبوط ولا. بالتالي لما تكون هذه المعلومات متاحة له، وأنا متأكد من اللي شفته على أرض الواقع، أنا متأكد لما صار في ضبط في بعض الإجراءات تتعلق ملايين الدولارات أصبحت غير قابلة للسرقة على الإطلاق، لأنه صار يحطه ممكن لسه الإجراءات غير مقنعة مش 100%، بس التطور اللي صار يعني على طريقة الإجراءات اللي لها علاقة بالصرف كثير أثرت على أجهزة لها حساسية، بمعنى مش أي شخص بدأ يتصرف. يعني مرات اكتشفنا أنه مثلا في بعض الأمور عند الأجهزة بتعطي شو بسموها يعني نوع من المساعدات أو النقدية موجودة، صار في ضبط حجم المبالغ مقدرة، صار على الأقل في نوع من التوثيق مزبوط مش مقنع بشكله الكامل، بس خلينا هذا في قرار صدر عن الجهاز ومحطوط وبصرفش إلا في موجب قرار، بس فيش معايير لآلية الصرف. بس لما أنا أقارنها بالمعادلة بحس هذا في تطور بس غير كافي، بس إحنا محتاجين أكثر نعمق، وكل مرة التقرير يعمق المعايير بشكل أكبر. عندها إذا قرأت كل الأجهزة الأمنية التقرير بشكل صح وفهمت غايته، أنا بعتقد كديش بيكونوا انكشاف وانفتاح مع المجتمع ومع أجهزة الرقابة، هذا يعود بالنفع على سمعتهم بشكل أفضل ومش بالحق الضرر. لما لقينا في نتائج كثير ومؤسسات وأجهزة بتشتغل، طلعنا قلنا في أجهزة تنفذ بنسبة 90% من التوصيات وهذا رائع، قلنا في بعض التوصيات مش هي غير قادرة على تنفيذها. بالتالي لازم يكون حالة الانفتاح في ثقة بتتعزز من أجهزة الحكم وفيها. احنا لما نيجي نحط هذا، لا احنا ندرك انه الواقع، احنا يعني بندرك الواقع في العلاقه مع الاجهزه الامنيه ورهبه الاجهزه الامنيه، وبنعرف انه بجزء في مساله التوقيفات احتجنا سنوات طويله حتى يصير يحترم دور النيابه العامه في اجراءات التوقيف، لان الاجهزه الامنيه بكت عقليتها انه يعني شو نيابه عامه، يعني مش قادرين يستوعبوها، شو ديوان رقابه كله جهاز مدني وعماره واحنا اكبر قدهم على اصغر جهاز عندنا بدهم يتصرفوا. بس لما يصيروا يشعروا، وانا بعتقد ان هال
الوقت القادم يعني هذا اللي صار في ظل انهيار عام لمؤسسات الرقابة في مقدمة المجلس التشريعي وفي ظل انهيار حقيقي فيش عنا أدوات محاسبة ومساءلة إن يكون في عنا آلية في هذا العمل أنا بعتبرها إيجابية. وبصدق لما اطلعت على حجم هذه التقارير وأثرها على الأداء تخيلي لو هذه التقارير تنشر، تخيل لو هذه التقارير تخضع لمراجعات حقيقية المجتمع المدني والإعلام وبصير مسألات حقيقية مش بس في فكرة التقرير، في بعض القضايا التي تطرح في مثل هذا التقرير. تخيلي لو يصير المجلس التشريعي فعلا بكرة بناء على هذا التقرير بدأ أجيب رئيس أكبر جهاز تعال فسر لي 1 2 3 4 كتب عنك الديوان. وهو الديوان فلسفته إذا شفناه هو ذراع ضارب للمجلس التشريعي الفلسطيني باختصار. الديوان أنا من وجهة نظري بعيد عن المسميات القانونية هو ذراع ضارب للمجلس التشريعي، بمعنى هو اللي بده يقدم كل المعلومات اللي ممكن تتيح محاسبة ومساءلة لأشخاص ارتكبوا أخطاء. عشان هيك بعتقد أسسنا يعني بشكل صح بس ما بقدر أسسنا بس ما بقدر أقول أوصلنا لفترة ونقدمها. لا أنا بعتقد هذه الأسس يمكن أن يبنى عليها وكثير بشعر بسعادة إنه في تطور. وقبل 2015 بكوش يجرؤوا يروحوا يدقوا باب جهاز أمني يعني إلا بدها يعني بجوز من ناحية بس بمفهوم المسائل الحقيقي. بس اليوم لا بيسألوا تجيبوا وتجيبوا الوصول وتجيبوا التحويلات وبتدخلوا في كل الرواتب اللي بتروح لكل العسكريين وبفحصوها وبتأكدوا من كل المستندات وآليات الصرف وبمسألة الارتباط ومسألة التعيينات ومسألة هذه بعتقد نقاط كثير مهمة ونلمسها يعني وبنقدرها. خلينا نسألك أكثر عن كيف بتشوف مدى استجابة الأجهزة الأمنية لتوصيات الديوان؟ هل بتواجهوا فعليا صعوبات تحديات معينة مع بعض الأجهزة دون الأخرى؟ يعني تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع بصراحة. في موضوع إنفاذ التوصيات يعني هو مظبوط هون في إشكالية كون ديوان الرقابة هو يوصي والجهة المخولة بإنفاذ توصيات الديوان هي مغيبة للأسف هي المجلس التشريعي. لو كان المجلس التشريعي مفاعل وقوي فعلا جهاز الرقابة يكون قوي. أنا صار جاي عبالي يعني أشوف المجلس التشريعي لأنه كل شيء سنة نحكي لو في مجلس تشريعي يعني هل ستكون له صلاحيات هيك واسعة هيك النظام هيك القانون طبعا من النظام القوانين مش أكيد. بس عندنا في كل العالم أكيد. الآن إحنا يعني كون المجلس التشريعي مش موجود يعني عملنا إجراء بديل. سابقا كنا أيام حتى الكتل البرلمانية في التشريع كنا نبعث لهم التقرير ويناقشونا ونعمل جلسات أيام الكتل أيام الكتل قبل ما نحل المجلس التشريعي. نعم الآن إحنا طب نحلوا ما فيش كتل اليوم فصرنا نبعث التقرير أو حتى سابقا كنا نبعته للحكومة ونبعته للرئيس نسخة لغايات إنه كمان يصير تفعيل لمتابعة توصيات ديوان الرقابة من خلال هاي المؤسسات. في الفترة الأخيرة لا شك في تطور في عمل الأجهزة الأمنية وفي قبول لفكرة إنه المؤسسات الرقابية تفوت وتدقق الأعمال الأجهزة. بالعكس يعني امتد إنه في أجهزة الآن هي بتطلب عمل إنه تعي ديوان الرقابة ودقق على علينا أو على هذا الجهاز. في تفاوت في إنفاذ التوصيات مزبوط بعود لعدة أسباب ممكن جزء منها ممكن نحكي خارج صلاحيات الجهاز نفسه أو إمكانياته إذا الأمور تتعلق في مسائل قانونية في مسائل الموازنة في مسائل الهياكل التنظيمية والرتب خارج إطار وصلاحيات حتى الجهاز نفسه. يعني في جهات أخرى لازم تشتغل على هذا الموضوع لكن في جهات يعني زي ما تفضل الأستاذ ماجد فعلا إنها بتنفذ توصيات ديوان الرقابة المالية تكاد تكون 100% ويعني بسوى أنه نحكي مثلا زي الضابطة الجمركية صحيح زي الخدمات الطبية العسكرية في مسائل صرف الأدوية والتحويلات الطبية نعم زي كمان جهاز الشرطة تحديدا مسألة الإدارة العامة للرقابة على الإدارة العامة للمرور في الشرطة والإدارة العامة للسجون كمان في الشرطة نعم. باقي الأجهزة بتشوفوا صعوبة فيها يعني في الأجهزة ذات الطبيعة الحساسة يعني من الأمن الوطني المخابرات الاستخبارات الأمن الوقائي هلا زي ما حكيت لك لو في تفاوت في استجابه بس في تفاوت في تفاوت نعم في استجابه او في انفاذ لبعض التوصيات وبعض الاخر لا يعني بعود حسب طب هل بتتابعوا يعني بعد هذه التوصيات بتتابعوا مين استجاب مين لا ولماذا لم يتم الاستجابه كديوان اظن هذا كمان من صلاحياتكم تمام في نهايه كل سنه احنا بنعمل متابعه للتوصيات بشكل عام
ما أصدرت الديوان من توصيات بنتابعه مع الجهاز نفسه، أنت شو نفذت من هاي التوصيات؟ وزودنا الإخوان في أمان في الأجهزة اللي عملنا عليها متابعة التنفيذ للتوصيات، وكان فعلاً زي ما أشارت الدراسة أنه في تفاوت. طيب أستاذ أشرف، كيف بسم يعني هذه الرقابة كلها في تعزيز حوكمة عمل أجهزة وقوى الأمن؟ بدون أدنى شك، يعني بأي نظام سياسي لما نتحدث عن المؤسسات الدولة بغض النظر كانت أمنية ولا غير أمنية، ولكن للأمن تحديداً لهذه الخصوصية اللي نتحدث عنها، أي رقابة تقدم أي توصيات وبالتالي هو الجهاز سيصبح مساءل، يعني إن لم يكن مساءل أمام الجهات الرقابية هو مساءل أمام الجمهور بالدرجة الأولى، وبالتالي هو مساءل أمام المواطن، وبالتالي سيساءل من خلال هذه التقارير إذا كان هناك تنفيذ لهذه التوصيات أو عدم تنفيذ لهذه التوصيات، وبالتالي كمان هذا بيؤدي إلى مسألة مهمة جدا وهي ثقة الجمهور بهذه الأجهزة. يعني اليوم أنت لما بتيجي بتتحدثي عن تقرير لديوان الرقابة بصدره، ومن ثم هذا التقرير يأتي في مضمونه بأنه والله جهاز الضابطة الجمركية هو يعني حاز على 90% ولا 95% في أداء تنفيذ التوصيات اللي صادرة عن ديوان الرقابة الملكية، هذا لحاله كافي أنه يعطي للمواطن انطباع بأنه هذا الجهاز لديه من القدرة المؤسسية فيما يتعلق بالرؤية والإرادة والقدرة على أنه ينفذ هذه التوصيات ويرتقي بأداء عمل هذا الجهاز ضمن المعايير والمواصفات المحددة من المسائل المرتبطة في سواء كان الجانب الإداري أو الهيكلي أو الجانب المالي أو المرتبط فيه. ولكن عشان كمان نكون احنا كمان واضحين لما بنحكي عن موضوع الحكم الرشيد، يعني في مسألة كثير مهمة، يعني انا لا يكفي بالنسبة لنا انه احنا فقط بنعمل تقارير وتوصيات، يوم الفواتير هذه كلها يعني كانت ضمن المواصفات، وبانه مسألة العروض الاسعار والعطاءات بالنسبة لي جيد، هذا بنم عن مسألة الشفافية فيما يتعلق بهذا الجانب، ولكن مسألة الرقابة من أجل أنه يطلع المواطن على ارتقاء أداء هذه الأجهزة لها أشمل. علاقة طبعاً أشمل، ولها علاقة بشمولية دورها. يعني أنا بالنسبة لي لما أنا بطلع على جهاز أمني اليوم، إذا هذا الجهاز الأمني هو في إطار العمليات المالية الداخلية اللي بيكون فيها هو مضبوط مالياً وإلى آخره، ولكن سلوكه مخالف للقانون وينتهك القانون في محطات أخرى، طب أنا شو يعني صفة دور الرقابة اللي أنت بتعمل لي إياه على الجانب المالي تبعه؟ لعشان هيك بنقول إنه مسألة الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية هي مسألة شاملة بتتجزئ، يعني ما بقدر أنا أجزئها أقول أنا والله بدي أعطيه 90% على إنه هو أموره الإدارية والمالية تمام مزبوطة، ولكن لا ككل يعني لازم 30% كل انتهاكات لحقوق المواطنين فيما يتعلق بالاحتجاز ولا التعذيب ولا كل القضايا اللي متحدث عنها. بالتالي هي مسألة فيها أدوار مختلفة، مثل ما تفضل سير سامي، يعني بأخذ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق باختصاصات الديوان والقضايا المرتبطة بتقرير الديوان، ولكن هناك أيضا مسائل أخرى لها علاقة بالرقابة من جهات أخرى فيما يتعلق بالانتهاكات الأخرى، وهنا إذا بجمعهم مع بعض في إطار تقييم شامل لهاي الأجهزة، هل هي في إطار، ونحن نحكي كمان عن مسألة النزاهة والشفافية في إطار الحكم، هي كلها مترابطة مع بعض، يعني ما بقدر أشوف الجانب المرتبط في الشق المالي هو منفصل عن الجانب المرتبط بحقوق الإنسان، بالتالي هم مسائل كلها مرتبطات، وبالتالي كيف المواطن اليوم بتطلع ثقته على أي جهاز أمني، كيف اليوم حتى لو جيت اليوم قلت للمواطن أنه والله الجهاز الأمني الفلاني هو ماخد 10/10 في كل الرقابة الإدارية والمالية، ومبارح شافه هو عم بنتهك القانون بالشارع، شو بيعني له المواطن في هذا الجانب؟ بيعني أنه مسألة الرقابة هي مش مسألة كاملة، وبالتالي مسألة كمان انضباط هذه الأجهزة في إطار المعايير اللي متحدث عنها هي كمان مش انضباط كامل ووافي اللي يعطي انطباع لها. هلأ فكرة البرلمان نياب المجلس التشريعي، وانه اليوم صرنا كثير عم نجيب السيره في اطار انه يعني صار عندنا الامل انه يصير في عندنا مجلس تشريعي قادم بهذا المفهوم، يعني مسؤوليات كبيره احنا يعني منذ زمن ومنذ ان تعطل المجلس التشريعي نتحدث بانه غياب البرلمان هو يفقد مساله الدور الرقابي، يفقد حيويته وقدرته على الانفاذ، وبالتالي اليوم لما أنت تتحدث عن أي جهاز أمني اليوم ماشي الحال، سمح للديوان الرقابي يدخل نفذ جزء من التوصيات، منفذ الجزء الباقي،
مين راح يحاسبه، مين راح يسأله انه نفذت ولا ما نفذتش. يتحدث زميل المجد عن التعيينات اللي بتم مثلا رسائل الاجهزه الامنيه، طيب هي تعيينات القانون كان واضح فيما يتعلق بموضوع التعيينات والتمديدات، طيب اليوم فيش برلمان يعني مين بده يسأله سائل. مين بده يسأل كمان بهذا السياق. وبالتالي فكرة وجود البرلمان بكل الأنظمة الديمقراطية طبعا هو فكرة من أجل لما نتحدث عن استقلال السلطات الثلاثة وأن كل سلطة هي عم بتكون بدور المناط فيها في إطار عملية تكاملية لإنجاح فكرة نظام سياسي ديمقراطي قادر على أنه يأسس لنزاهة وشفافية في إطار الحكم. هناك بنحكي عن فعالية البرلمان وبنحكي عن دور اللجان المتخصصة في البرلمان. يعني أنا اليوم لما بحكي عن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لما بحكي أنا عن الخدمات الطبية أو التحويلات الطبية، هو يدخل فيها أكثر من جانب. يعني في عندي لجنة مختصة بموضوع الصحة راح يكون لها علاقة، لجنة تانية مش عارف مختصة بشو راح يكون لها علاقة، وبالتالي مسألة المساءلة راح تكون أكثر. وهذا بنعكس لاحقا كيف المواطن بكرر يعاقب البرلمان. صحيح. برجع بعيد انتخابه، بعدش انتخابه، بنتخب هذا النائب، بنتخبش هذا النائب، كان في دوره ما كانش في دوره الرقابة. وبالتالي هاي العملية الديمقراطية كلها تنتج نظام سياسي صحي قادر على أنه يسائل، قادر على أنه يحافظ على الموارد، قادر بنفس الوقت أنه إحنا نقول في هناك احترام للحقوق والحريات وعدم انتهاك. نعم صحيح. طيب أستاذ ماجد، إيش هي أهم استنتاجات وتوصيات هذه الدراسة؟ يعني هو كل اللي بنحكي فيه كل الاستنتاجات والتوصيات اللي في توصيات للديوان معينة كمان، التوصيات المتعلقة طبعاً في الديوان. أولا لازم بجرأة يبسط سلطته على كل الأجهزة الأمنية يعني. وبنعرف قديش معقدة ونقدرها، يعني لازم يبسط سلطته. وجزء أصلا من هذا التقرير ومن هذا النقاش إن نساعد إنه الديوان يقدر يبسط سلطته على كل الأجهزة فيما يتعلق بالرقابة. المسألة الثانية إنه يروح للقضايا الأكثر حساسية، كل ما زاد وتعمق في اختياره، واضح إنه بيختار مسألة الموضوع بشكل جيد ومهم وقلته بصدق، يعني بتشعر إنه نتج عنها تحسن بالأداء، لكن ما زالت هناك بعض القضايا محتاج يتعمق فيها بشكل أوضح. وهذه عملية تراكمية، وبعتقد إنه يعني هي صار في نوع من الاهتمام أكثر في اختيار أجهزة، وصارت تدرك يعني طلعوا الناس وعرفوا إنه هذا الجهاز بتعاون وهذا الجهاز بتعاون إيش، وهذا الجهاز بيعتبر حاله مملكة ومحصن وهذا بيعتبر شيء. هذا النقاش أنا بعتقد أنه بيسهل يعني، وصارت قدامهم تجربة وشافوا نتائجها. المسألة الأخرى تتعلق في النشر، وأنا مرة أخرى بقول مسألة النشر هي القاعدة الأساسية، وهذه كانت فلسفة الديوان. لأنه إحنا مظبوط المجلس التشريعي هو بيسائل، بس لأنه المجلس التشريعي هو المجلس المنتخب، بمعنى لما قالوا أنه لا تسلم هذه التقارير للمجلس التشريعي الفلسطيني، هو المجلس التشريعي اللي بيمثل الشعب. وبالتالي ما دام لو فيش عندنا مجلس تشريعي، إذا لازم يتم العودة على الشعب مثل هذه التقارير. وأنا لأول مرة يعني بنتبه إنه بيحكي إنه تم تعديل هذه النقطة، وهذا في تقييد ومس بصراحة بالحق في المعرفة وحق بالحصول على المعلومات. إنه أنا أحصر مسألة النشر بتقديرات يقررها رئيس الديوان، مع الاحترام الشخصي لرئيس الديوان، هذه مسألة فيهاش ولا أي نوع من العدالة. يجب إلغاء مثل هذه المادة، وأن نعود وبقوة إلى نشر هذه التقارير على المواقع. آلية النشر اللي بنحكمها هو مش بس مرات يعني بنشر، كانوا بالتقارير السنوية مسائل لها علاقة بالأرقام. أنا بدي مش بس بالأرقام، مشان تعطيني مرات الأرقام بتعطيش للناس كثير إنه رقبنا كذا طلع كذا. بدي معلومات ومعطيات حقيقية، وتقدم للناس قدرة على تقييم الأداء وتقدر تسألها بناء على تقارير. هم ممكن يروحوا الإعلاميين يعملوا تحقيقات استقصائية في بعض القضايا، ممكن الناس تعقد جلسات استماع. وأيضا أنا بعتقد جزء وبجزء ما وردت انه كمان مساله الاختصاص، ان يبقى التركيز ضمن هذا الاختصاص. لاحظت في بعض الامور شوي، هو مرات مفهوم الاداره مفهوم عام كبير جدا، بس مرات ممكن يكون هذا النوع بما يتعلق بحقوق الانسان في جهات اخرى مهمتها ان تراقب، بس انت مراقبتك بما يتعلق بالاداء بالاداره بالتعيين بالمسائل بالممارسه، اذا احنا ضمننا اختيار اليات سليمه في طريقه الاختيار على اساس الكفاءه والنزاهه. وفي انا بقول لك يعني ممكن ان تراقب مساله في داخل الاجهزه مساله التعاطي، يعني مرات في انظمه للشكاوى لاحتياجات الناس، يعني مش يروح يحل مساله انه هذه الانتهاكات، بس هذه الانظمه الموجوده للشكاوى للناس للجمهور قديش فعاليتها، قديش قوتها، قديش بتعاطوا فيها، قديش مرسومه بشكل اداري وشكل واضح. انا بعتقد كثير في جوانب
لنعتبر أنه في مرحلة أنجزت مهمة جدا ويجب أن ننظر إليها بعين التقدير، بس في مسائل أخرى يجب أن تنجز. وأنا بعتقد جزء من مهمتنا كمجتمع وكمجتمع مدني وكوسائل إعلام أن ندفع الديوان وندفع الأجهزة باتجاه فعلا أنه يتعزز مثل هذا النوع في العمل، لأنه في الآخر هذا الديوان والأشخاص القائمين في الديوان هم رواتبهم وحياتهم كلهم بدافع الضرائب إحنا نعيش فيها. ما قيمة توصيات الديوان إذا لم تنفذ؟ ما قيمة توصيات الديوان؟ عشان هيك لازم من المسائل اللي دائما احنا كنا نتحدث عنها، وانا بعرف الوقت بداهمنا بس لما انا بكون في عندي توصيات صادرة عن الديوان شو قيمتها القانونية؟ وانا بعتقد اهمية مثل هذا انه اعطى قيمة انه المجتمع يقدر مثل هذه التوصيات وبهتم يشوف شو بصير فيها. بدي انهي الكلمة الفصل مع الاستاذ سامر، برأيك بهذه التوصيات واهميتها هل ستأخذون بها كديوان؟ هل بتشوف قديش مهم الديوان يعني عدل من هذه الأمور وينشر التقارير للجمهور؟ أكيد طبعا يعني توصيات مهمة والدراسة أكيد مهمة. هذا الموضوع بسط السلطة على أجهزة، يعني إحنا يعني بخطة 21 راح نكون هيك بنغطي كل الأجهزة، يعني ما في جهاز اللي يكون راح نغطي. موضوع النشر موضوع مهم لأنه بدعم وبعزز مسألة النزاهة والشفافية وعارفين. وإحنا بس مش يعني لما ننشر ملخص تقرير السنة ما بننشر فقط الأرقام، لا، هو حسب التقرير اللي وعد فيه في ذاك العام. يعني إذا التقرير تحدث عن وقائع أو عن مسائل التوصيات كنت تعتمد تم توصيت كذا، تم توصيت أكثر من جوهر التوصي صح؟ بالتوصيات هي 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 معطيات هي بس مش بس بالأرقام المالية، لا يعني هي تأخذ كافة التوصيات اللي هي بهذا الشكل إخراجها اللي تشوفها الناس بشكلها الملموس المحسوس، يعني يعطوا صورة بس مش بالشكل الملموس المحسوس. تمام تمام. الآن في موضوعين يعني طرحوا يعني يعني ممكن إحنا نأخذها، موضوع الشكاوي اللي طرح الأستاذ ماجد، موضوع المضبوطات اللي طرح الأستاذ أشرف، يعني هاي ممكن نأخذها بالاعتبار نعم في خطتنا تعديل خطة 21 أو يمكن في المستقبل أنه راح نأخذ فيها. بالعكس إحنا ما عندنا مشكلة يعني نفتح أي موضوع في أي جهاز. يعني المنتدى عم بيشتغل على تقرير فيما يتعلق بموضوع المضبوطات والأجهزة الأمنية، يعني ممكن يفيدكم فيه كمان. صحيح بالضبط، يعني يفيد في رائع. يعني أنا بدي أشكركم ضيوفنا الكرام اليوم في هذه الجلسة الهامة اللي كانت حول واقع حالة الاستجابة مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية من أجل تفعيل نظام المساءلة في أعمال الأجهزة والهيئات الأمنية. هذا اليوم الإذاعي المفتوح متواصل معكم، لكن في هذه الجلسة بدي أشكر الضيوف الأستاذ سامر أبو قلع مدير الإدارة العامة للرقابة على الحكم والأمن في ديوان الرقابة المالية والإدارية، شكرا جزيلا لك. الأستاذ أشرف أبو حي المستشار القانوني لمؤسسة الحق وعضو المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، شكرا جزيلا لك. وأيضا الأستاذ ماجد العاروري معد دراسة الاستجابة مع تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية لصالح المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن، شكرا جزيلا لك. كنت معكم أنا ريم العمري، أيضا بشكركم جزيلا وجميعا. وهذا اليوم الإذاعي المفتوح متواصل معكم، وبعد الفاصل سنكون مع زميلنا فارس المالكي، والجلسة الرابعة ستكون بعنوان تطبيق مدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك العامة لمنتسبي قوى الأمن الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم. بعد الفاصل نواصل. تعزيزا لمبدأ المساءلة المجتمعية وحق المواطن في الاطلاع على المعلومات، ينفذ المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن وائتلاف أمان بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية اليوم الإذاعي المفتوح حول منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في قطاع الأمن الفلسطيني، على الهواء مباشرة عبر شبكة وطن الإعلامية والمحطات الإذاعية الشريكة الخليل، راديو منبر الحرية وراديو عروبة، بيت لحم، راديو موال، طول كرم، راديو الفجر الجديد، نابلس، راديو حياة، جنين، راديو البلد.